يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من الذين يرقون الناس من يقوم بكتابة الرقية من الآيات بالزعفران ويضعونها بمضاريف ثم يبيعونها في المحلات، فهل هذا الفعل جائز شرعا؟ نعم، هذا كتابة القرآن في صحون أو في أواني طاهرة أو على أوراق ثم تذاب في الماء وتشرب، هذا من الرقية الجائزة، وقد رخص فيه الأئمة الإمام أحمد وابن القيم وغير، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد في كتاب الطب من زاد المعاد في باب الرقية. نعم، فلا بأس به، بس المهم أنه ما يكتب غير الآيات القرآنية، ما يدخل معها أشياء مجهولة. نعم.